أهلا بيك. النهاردة موضوعنا غريب. زوج بيقول على زوجته الشيطان غواها وإنه رجع من السفر لقاها حامل. إيه الموضوع وإيه التفاصيل؟ قبل ما نبدأ في الحلقة بنطلب من مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. الواقعة بتاعت النهاردة حصلت في محافظة الأريوبية. زوج بيسافر زي ناس كتير بتسافر تشتغل، وبعد فترة بعد 7 شهور رجع من السفر لقى كارثة، لقى إن مراته حامل من جارها. نشوف الزوج بيقول إيه ونرجع لبعض تاني. قعدت مع مراتي مانيش حارمها من اي حاجة، اللي هي بتطلبه بقبولها. جيت قعدت 40 يوم، لما اكتشفت الحمل هي رجعت، خدتها للدكتور قال لي مراتك حامل بس الجنين متشوه. قلت له متشوه ازاي يا دكتور؟ يعني احنا عايزين نوصل مشاهدينا انت كنت مسافر؟ كنت مسافر من بقالك 10 شهور وهي حامل شهور. وهي حامل في السابع. تمام، ماشية في السابع. فانا لما انا جيت قعدت 40 يوم بان عليها الحمل، انا ما اعرفش، خدتها للدكتور قال لي مبروك مراتك حامل. قال لي بس الجنين متشوه، اطلع اعمل اشاعه في المستشفى. طلعت المستشفى رجعوني، جيت ابص لقيت الاشاعه حامل 6 شهور. منين يا بنتي؟ قالت من جاري. ازاي؟ قالت اتعدى عليا بالسكينه اغتصبها. هي قالت كده؟ اعترفت في النيابه، خدتها حضرتك وطلعت النيابة وسلمتها للمركز وعملت محضر. أنا بطالب بحقي، عايز حقي، عايز كل واحد يقف جنبي عشان الراجل دول مينفعش يقعد ويبقى عينه في عينيا. فأنا بطالب أي مسؤول في الدولة. زي ما سمعنا كده الزوج، الزوجة حتى في أقوال النيابة هو بيقول إنه راجع بقى حامل في 6 شهور بعد التحاليل وبعد الأشعة. قالت له أن جارنا أجبرني تحت تهديد السلاح أنه يمارس معايا الرسمية، وبتقول أن هو قال أنه له ضحايا كتير وأن أي ست بيحتاجها بيمارس معاها هذا الأسلوب. طبعا أنا مش عارف إحنا بقينا فين. لازال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. لكن هذا الجار البغيض اللعين الشيطان اللي استغل غياب جاره عشان ينتهك حرمته وموقف الزوج. يعني انا حتى عاوز ارائكم في الموضوع ده، موقف الزوج هل هو كده موقفه سليم ولا غلط انه يتكلم عن زوجته؟ او يعني مش عاوزين نقول يشهر بيها، اللي هي اجبرت على هذا الفعل مش بمحض ارادتها. وهو حتى في اقواله وفي اللقاء اللي تم معاه بيقول ان هي تم اجبارها، وبيقول ان هي قالت كده في النيابه. يعني حتى بحكم العشره، بحكم فهمك لطبيعه الشخصيه، اكيد انت قادر انك تعرف ان هي اجبرت على كده ولا كانت بمحض ارادتها. وبيوصف جاره ده ان هو يعني شخص اشبه ما يكون متسول. هل تخليك عن زوجتك اللي اجبرت على هذا الفعل صح؟ هل انك تتكلم عنها وتشهر بيها صح؟ ايه اللي المفروض كنت تعمله كزوج تجاه هذا الموقف؟ هل انك تتعضد وتقف وتساند زوجتك وتبحث عن حل في صمت للموضوع، ولا الانفصال، انك تنفصل في صمت، ولا انك تشهر وتتكلم بيها وكلامه بينطوي على ان هو واثق ومتأكد من ان هي اجبرت على هذا الفعل؟ طبعا مأساة بكل المقاييس، صدمة بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة ان صح كلامها مسكينة تم إجبارها على فعل زي ده،
وجار لعين يعني ما عندوش أدنى يعني أمانة، فين الأمانة؟ فين الضمير؟ فين حق الجيرة؟ فين حاجات كتيرة قوي متنصب منها هذا الشخص، بيفكرنا بالتربي اللي استخرج جثة فتاة متوفية وزنى بيها وأحرق جثتها. هذا الجار اللعين اللي عمل كده مع جاره ومع جارته ما يقلش عن هذا التربي اللي عمل كده. طبعا قضية صعبة جدا، أسرة شتتت الشكل الاجتماعي كمان قدام المجتمع. أقل ما يقال فيها إن هذا الجار يعني لابد أن ينال عقابه، ويكون عقاب رابع. الفنانة الجميلة يسرى كان في مسلسل يعني من فترة تناول قضايا الاغتصاب، والمشرع المصري مشكور والقضاء المصري مشكور، سم كتير من القوانين وشرع كتير من القوانين الكفيلة بأنه يكون في عقاب رابع لمثل هؤلاء الذئاب البشرية. إحنا بنتمنى من الجار ده وغيره وأي حد بتسول له نفسه إنه ينتهك حرمات الناس وإنه يستحل لنفسه ما حرم الله عز وجل، إنه يكون في عقاب رابع ليه، وإنه يكون في عقوبة قاسية تخلي أي حد يفكر لا، عارف إن في قانون وفي رب وفي عقاب. الزوج المسكين حياته تعتبر اتشتتت، الزوجة اللي أجبرت على إن هي تمارس الرذيلة وهي مجبرة بغير يعني محض إرادتها، جار الشيطان، خلينا نقول الشيطان لأن أقل كلمة ممكن تتقال عليه الشيطان، اللي بيستغل غياب الزوج. وأكيد طبعا دي مش أول موضوع ليه، أكيد يعني ده ذئب بشري وعمل الموضوع ده كتير، ولقى إن هو بيحقق شهواته ونزواته ورغباته الحرام. طبعا ده نتمنى كمان إن احنا نسمع آرائكم وتعليقاتكم، هل الزوج غلطان؟ هل الزوج مش غلطان؟ الزوجة إذا كانت أجبرت بالفعل، إذا كان بمحض إرادتها وبتدعي. طبعا في كلام كتير، في أسئلة كتير وفي علامات استفهام كتير هتدور في ذهن المشاهد. نتمنى إن أنتم تتفاعلوا معانا بالكومنتات، وانتظرونا في حلقات قادمة، وتصبحوا على خير.